بعرف انه هالصور رح تنتزع بالمي هيك. كانت هي الصور كانت دليل زواجك، اخذتهم من مايور، صورتك انت ومايور وساريكا سالوني. مايور؟ وين ممكن يكون شافه؟ ايوه مايور التقى بريشي هنيك، بس هنن ما بيعرفوا بعض. كيف عرف ريشي انه مايور رفيقي؟ هلأ فهمت كيف بيعرف ريشي كل شي بالتفصيل. انا انفضحت بسبب مايور، لازم اعمل شي. امي انا عم اقول الحقيقة، كان عندي دليل ضد فيكرانت بس انتزعت هي الصور. يا امي شو ما صار هذا الشي بسببه، كل شي صار بسببه هو. انت عم تألف قصص حلوة، ليش ما بتكتب افلام؟ فيك تعمل فيلم، في عندك كتير مصاري وفيك تمثل فيه كبطل وبعدين بتشوفه عرواق. ايه رح اكتبه واعمله وشوفه كمان، بس رح اعمله احسن منك. وعمي رح اعمله بشرط واحد، اذا انت مثلت دور ابوه للشرير بالبيل لانك بتمثل منيح كتير كتير، ما حدا يقول له شي طيب. هي طريقة الحكي اللي متعود عليها. وشو عم تقول؟ عم تضل تقول انه عندك ادلة واثباتات بس ما عطيت ولا دليل ولا شي. يا ريشي اليوم تجاوزت حدودك، مو بس عم تتهم فيكرانت وعم تتهم سالوني. تعرف بشو عم تتهمون؟ انت عم تجيب سيرتهم بالعافية. لو بيخجل ما بيجيب سيرة الشرف على لسانه، بس هو ما بيخجل، نزل مستواه كتير. شو انت ما بتخجل على حالك انك تتهمنا بهالشي الوسخ هاد؟ عن جد انك ما بتستحي، خجال من حالك شوي. انا بشفق كتير على لاكشمي لانها بتعتبرك رفيقة. زلمة ما بيخجل على حاله ما بيستاهلها ابدا. خلص با بكفي، يا اما رح اضربك. شو ناطر؟ ما رح تقدر تورجي وشك لاي حدا بس اضربك، لهيك انا ماسك حالي وساكت وعم اسمع بهدوء. بس اذا حكيت اي كلمه تانية بالنسبه للاكشمي، لو حاولت تلفظ اسمها بتمك الوسخ هاد، رح تشوف شو رح اعمل فيك. وانت عم تقول عني اني مقرف؟ ما ليش انت مو شايف حالك؟ اي نوع من الناس انت؟ قديش انت مقرف وقديش عيلتك كلها مقرفه؟ فكرت بهذا الشيء؟ لا صح؟ خلي تمك مسكر، أنا بعرف الحقيقة. هي الصورة انتزعت وهالشي صار بسببك. كنت حاطط رجال برا عم يراقبوني مشان ما فوت، هنن أخذوني على المسبح وزتوني فيه وربطوني. أبي أنا ما عم كذب، هدول أخذوني على المسبح وحاولوا يقتلوني. يا أبي بترجاك صدقني أنا ما عم كذب عليه. لازم الواحد يتعلم منه التمثيل، عن جد بيستاهل يصير ممثل لأنه كتير شاطر. قصص خيالية كل يوم، قصة جديدة. شو هالريشي؟ أنا بعدت لك عالم ليقتلوك ونفدت؟ حلو، عن جد شي بجنة. هذا مو كل شي لسه، حتى بالمشفى أنت حاولت تهجم علي وقت كنت بالمستشفى. بالحقيقة أنا رحت على المستشفى بسببك أنت كمان. بكفي بقى ريشي، انا ممكن سامح اذا في سوء تفاهم، بس انت بدك تثبت اني مجرم. لأنك مجرم وقاتل ومنافق. انا ما رح سامحك يا فيكرانت، ما رح سامحك لانك مجرم وقاتل. عم فكر كيف رح تطلع من هالبيت يا فيكرانت؟ رح خليك ما تسترجي تجي على هذا البيت. ما بدي ضل هون اساسا، ماشي فهمت؟ أنا هون بس من شان لاكشمي، لولا لاكشمي ما ضليت هون، بس أنا رح أتزوج وروح. رح شوف يا فيكرانت الشاطر كيف بدك تتزوج لاكشمي، ولا بقى تنطق اسم لاكشمي بتمك الوسخ، أحسن ما أضربك. عجد؟ شو بدك تعمل؟ قلي شو؟ مو ضروري تعرف شيء أبداً. بدك تضربني؟ هلأ كنت عم تتهمني بقتلك وإني قلت يزتوك بالمسبح، بس هلأ إذا أنت بتتدخل بيني وبين لاكشمي ما رح أتردد بنوب بقتلك. كلامي مفهوم ريشي؟ يا
لاكشمي قوية بس ضلت ساكتة لهلا، بس بمجرد ما حكى فيكرانت كلمة على ريشي ضربته بقوة، ضربته كيف ما بينسى. دير بالك، دير بالك تهدد ريشي مرة تانية مشان ما تندم. استنى شوي، مع مين بدك تحكي؟ هاد الشاطر اللي ما فتح لنا، عم يظهر وفاءه على أساس بس ما بيعرف لمين لازم يكون وفي. بسيطة، أنا رح فرجي. تنسى هذا الشيء أيوش، انساه. كيف بدي إنسى شالو؟ بدي حاول معه عن جد، لك رح يطق علي على الآخر بس بدي أطلع من هون. فهمية أنه حكي صح، بتضل بتقول شغلات غريبة. يا سلام عليك، على أساس أنت بيطلع بإيدك تعمل أي شيء ما؟ أنا قلت بس لا بقى تفكر بالموضوع، مو تنسى كل شيء، يلا لشوف اتصل فيه فورا. يلا بالأول قالت غير هيك، كان فيك تقولي هالشي من الأول. ستني لم قالت لي ضل هون، بس ما بعرف قديش لازم ضل واقف، وفوقه بدي روح الحمام ضروري. بتزاكي علي؟ رح ممكن دقلو. تعطيني فرصة أشرح لك؟ ها؟ أيوش عم يتصل؟ نعم أستاذ. إيه اسمعني، إذا قلت لك شي بتعمله؟ إيه أستاذ، قلي. جيب لي كاستين عصير وكاسة حليب. حاضر، رح يكونوا عندك فورا، رح جيبهم. شو عملت؟ ليش يعني طلبت عصير وحليب؟ ماشي رح أشرب عصير، بس أنت ليش طلبت حليب أيوش؟ ما بعرف، تركيني أتصرف على راحتي، شو دخلي؟ يا سلام، فكرة حالة ذكية كتير، إذا جاب لهون العصير والحليب رح يفتح الباب ورح نوصل للي بدنا إياه، رح نطلع. عم تفهمي هالشي ولا لا؟ شبه هاي؟ فهمي لأختك؟ ما فكرت بهالشي من قبل يا أيوش. ليك عم يتصل، انتو تتلي خليكم ساكتين. الو. نعم استاذ، ما فيني جيب لك شي. ليش ما فيك تجيب؟ صراحة ما بعرف شو بدي اقلك. اسمعني منيح، ليك لو عملت مثل هالشغلات وقلت لي لا يمكن تنفصل من شغلك، فهمت ما؟ عم تفهم ما؟ استاذ انا رح اتقلع على حالتين، اذا جبت لك العصير والحليب رح اضطر افتح الباب لحتى اعطيك اياهم. واذا يعني لازم تفتح الباب شو؟ يعني صح نحن ممنوع نطلع، بس انت فيك تفوت. لهيك تعال هون، شو المشكلة؟ بدي العصير. لا استاذ انا بعرف لو فتحت الباب رح تطلعوا كلكم من الغرفة. ما رح افتحه ولازم روح الحمام بسرعة. بس مع هيك ما رح روح، لأني إذا رحت ستني لام رح تقلعني. قالت لي ما روح ولا أفتح الباب لو شو ما صار. آسف أستاذ ما فيني فيدك. إيه روح على الحمام، روح فورا. أنت هلأ لازم تسمعني كتير منيح ماشي؟ رح أعطيك مكافأة كبيرة إذا عملت مثل ما بدي، ورح أحكي مع خالتي نيلام بهذا الموضوع مشان تخليك بشغلة. بترجاك اسمعني، يلا افتح الباب لو سمحت. وكيف رح تحميني؟ ستني لام الوحيدة اللي بتأمر هون. وكيف رح تحمي شغلي؟ ما رح أفتح الباب، أنا آسف. شو صار؟ شو هاد؟ عبالي موته. أيوش ليش عم تقله هيك؟ الزلمة عم يشتغل شغله مو أكتر، فكر بطريقة تانية أزبط. أيوش اتصل بريش. كم مرة اتصلت فيه كتير بس تليفونه مسكر. ومع هيك حاول بطريقة تانية بلكي رد عليه. أيوش لو سمحت.